معلم تيتي، أنا حصل لي ظروف صعبة جدا ومضطر إن أنا أبيع يعني المحل والبضاعة، وما لقيتش غير صاحبي وحبيبي وأخويا المعلم تيتي اللي فكرت أبيعهم له. يعني أخوك وحبيبك؟ إحنا هنصيح؟ ما أنا لسه طاحنك في المزاد الأسبوع اللي فات. بس عادي يعني، أنا وإنت واحد مثلا يعني. والجروب السياحي اللي طشته بينك وبعت له نفس تماثيلك. بس احنا اخوات يعني، وبعدين اللي في جيبي في جيبك يعني معلم تيتي. ودلوقتي بقى جاي تمد ايدك في جيبي مش كده؟ الام بتبقى يعني الواحد بيهتم ان الام دي ما تتعورش يعني. مالها الحاج؟ جالها مرض خطير يعني اسمه التيسي تيسي. ايه؟ التيسي تيسي، وده مرض خطير جدا يعني مش موجود كتير في العالم يعني، بس جه الام يعني، وبعدين يعني طول اليوم وطول النهار وطول الليل ما بتعملش حاجه غير انها بتقعد تعطس تيسي تيسي تيسي، لدرجه ما بيبقاش عندها وقت انها تتكلم يعني. ست الحاجه دي بركه وعلى عيننا وراسنا، مع اني مش محتاج بضاعه وبضاعتك عفشه ومحلك عتبته فقريه، لكن هفكر. ايوه فكر ونباتيتي، لان يعني لازم، عايزه تعمل عمليه والعمليه دي عينك دون وبتقطع عليا منفسن. ايوه مش هعمل كده تاني، بس عمليه ولازم تتعمل في بلاد بره، حرام عليك. بس عشان المعلم تيتي على سن ورمح وسيد المعلمين وابقى خدام ست الحاجه، انا هاخد البضاعه بس بتمن جملتها، اما محلك ده بقى ده فقري زيك ما يلزمنيش. يعني يا معلم تيتي، يعني حطيتني تحت سنانك وبتجز؟ ما انت ياما خربشتني وضفرك طالني. طب خلاص، خربشك ايه؟ الضوافر اتقصت والسنان خلعت والتسي تسي جه لامي. خلاص، اذ ربما انا اعدي عليك بكره الم التماثيل وارمي لك فلوسك. ربنا يخليك، ربنا يخليك، ماشي بكره، بس اهم حاجه يعني تجيب لي الفلوس على طول. ده ايه الادب اللي حط عليه مره واحده ده؟ بقول لك الام يا معلم تيتي، الام، وبعدين بتحرص طول الوقت وانا خايف اتعدي صراحه. هو معدي؟ معدي. اخلع انا بقى. خد دي كمان يا معلم تيتي. تشكر. خد دي معاك. ايه دي؟ شايفني بلم زباله؟ على رايك. عموما بالشفا يا معلم تيتي. بالشفا دي تقولها للست الوالده اذا ربما انت بطل عطس. يا سيدي ما تدوق، ايش يعني جت على كده؟ بقول لك ايه، اذا حبيت تبيع هدومك اديني رنه. حاضر يا سيدي، معني مقاسي غير مقاسك وذوقي غير ذوقك، ده ايه اللي انت لابسه ده؟ شفاف يا معلم تيتي، معقوله يعني؟ لكن برضه بديك رنه. حاضر. سلام عليكم. مع السلامه يا معلم. خلاص يا معلم. يلا يا رجاله. هاي الحمد لله خلصنا من البضاعة. ايه ده؟ ايه ده دولا ده؟ ايه ده؟ والله برافو عليك يا دولا، بعت البضاعة دي كلها؟ يا ابني بعت ايه؟ أنا شربت البضاعة كلها للمعلم تيتي وعلى معدة فاضية. لئيم أنت برضه دولا، استكملت لحد ما تكمم. أنت بتعلم الكلام يالا في مستشفى الكلب. يلا بقى يا سيدي المعلمين، بقى نضرب كشري نخب الخازوق اللي خده المعلم تيتي. ده مش خد خازوق عادي، انا اخيرا خلصت من البضاعه يا رمزي، فاضل بس اخلص بقى من البازار. يا دوله بقى نخلص بقى من البازار، او بص نتخلص منه. عارف بجد يا رمزي، انا نفسي اتخلص منك انت، لان فعلا من زمان نفسي وامنيتي ان ربنا يكرمني ويبعت لي واحد يكون بيفهم اللي انا بقوله. بقى كده يا دوله؟ ده اذا كان انا بقى جاي لك النهارده بفكيره جهنميه بخصوص بيع البازار ده. فكرت ايه بقى يا فكيك؟ بص كويس يا دوله. كشري ماله يعني؟ المعلم زعزوع الاصابجي يا دوله. ماله المعلم زعزوع؟ اللي بناكل من عنده كشري يا دوله. ايوه اخلص، ماله؟ اللي المحل بتاعه جنب المحل بتاعنا يا دوله. هتقول ولا نفخك؟ ماله؟ سمعت يا عم ان هو عايز يشتري المحل بتاعنا. بتاعنا؟ هو المحل بتاعنا بس يعني، لكن ما دام عايز يشتريه وخدك انت كواسطه يعني ما عنديش مانع ان هو بتاعنا. انت عرفت ازاي؟ ايوه دول، انا هقول لك. انا بقى وانا بضرب الكشري الاصطباحيه بتاعتي بقى من عنده، سمعته قال ايه، بيقول للمعلم معلش ان هو عمال يدور على محل قريب من المحل بتاعه، واحنا بقى دول مش قريبين بس، ده احنا لازقانين مع بعض. هو حر بقى ما دام هو اللي عايز كده يشرب يا معلم.
بس انا زعلان منك برضه يعني يا معلم زعزوع. معقوله يا راجل تكون بتفكر تشتري محل جنب المحل بتاعك وما تجيش تقول لي؟ ما انا خفت اقول لحد على الموضوع ده، يقولوا جاي كوش على الشارع كله، وانا ما بحبش ازعل حد مني. عموما الاكبر مني ومنك هيجي يكوش على الشارع من اوله لاخره. تقصد ايه يعني؟ اقصد يعني ان ما دايم الا وجه الله ونعم بالله. بص يا استاذ عادل، انا قلبي انفتح لك قوي. بيني وبينك كار الكشري ده مش بتاعي، ده كار ابويا وجدي وجد جدي، وهم اللي اجبروني اشتغل الشغلانه دي. ما هو برضه يعني يا معلم زعزوع طاعه الوالد والجد وجد الجد واجبه يعني. مظبوط، لكن دي مش غيتي. انا غيتي اكبر من كده بكتير. انا طموحي ملوش حد. يا سلام، وايه طموحك في محل كشري يعني؟ هتقلل الرز وتزود العدس؟ لا، انا غيتي في القصب. معلش انا حاسس ان القصب لو اتحط على الكشري هيعجن يعني. لا مش عليه، انا هفتح محل عصير قصب وفواكه، وبكده نبقى ترجينا خطوه لقدام ونرايح الزبون. طب هو الزبون عدم المؤاخذه يعني تعبان في ايه؟ هقول لك، بيني وبينك الشطه عندي شديده قوي ووعره، اهو الزبون ياكل من هنا ويحب يهدي المسائل يروح يشرب كوبايه قصب، وبكده نبقى رايحنا الزبون. يا سلام عليك وعلى افكارك. عموما بص بقى يا معلم، انا المحل بتاعي قد المحل بتاعك بالظبط، شوف كده بما يرضي الله هتدفع لي قد ايه. بما يرضي الله حديلك 100,000 جنيه، 50,000 دلوقت و50 بعد شهر ونمضي العقد. نمضي العقد بعد شهر؟ لا مش هينفع. طب ايه رايك تدفع لي 70,000 جنيه بس دلوقتي، ومش عايز اي حاجه تانية بعد الشهر، ونمضي العقد على طول دلوقتي؟ امرك عجيب يا استاذ عادل، انا اول مره اشوف واحد يفاصل اللي تحت. ما هي المشكله في اللي تحت. يا سلام، اخيرا خلصت من البازار وخلصت من البضاعه، مش فاضل غيرك يا رمزي، عايز اخلص منك. دول يا حبيبي، يعني انا شايف كده بقى ان انت معاك فلوس كتير قوي. ها انا عايز حاجه صغيره يعني نسبه كده 80%. 80% نسبه يا ابني؟ انا خلاص الفلوس كلها خدتها وحطيتها عربون في محل جديد في الشارع اللي ورانا يا معلم. اخلص منك، سافر بقى يا رمزي. حمدي، ازيك حمدي؟ عادل، ازيك عادل؟ وحشني. ازيك يا حمدي؟ الحمد لله. والله بجد يا حمدي انا مش عارف اشكرك ازاي، يعني انت عملت فيا جميل العمر كله بجد. كنت هروح في ابو نكله يا معلم. لا ما خلاص، لا في ابو نكله ولا ابو فجله خلاص. قصدك ايه؟ قصدي يعني الشارع اللي فيه البازار بتاعك، شارع الترولي ده، طلع كده كنز وضيق من الجنب، فحولت على الشارع اللي بعديه اوسع شويه، الشارع اللي وراك على طول، واجيب بقى حفارات واحفر براحتي. يا عم انت عايز تحفر وخلاص؟ احفر يا عم احفر، وعلى ضمانتي انا لو اي حد كلمك صدرنا انا. ما ينفعش، اصحاب المحلات هيزعلوا، عشان كده غيرت المسار. غيرت المسار؟ خلاص يا دولة ما تزعلش نفسك يا عم، هم من اللي خسرانين يا دولة. يعني هم هيلاقوا يعني بازار احلى من البازار بتاعنا فين عشان يقعدوا يحفروا فيه. بس يا غبي يا غبي، انا كده اتخرب بيتي، هعمل ايه؟ هرجع الفلوس بتاعت المحل وبتاعت البضاعه ازاي؟ اتخرب بيتي. اتخرب؟ ابعد عني، ابعد، سافر يا رمزي، اطلع على سويسرا، اهرب لسويسرا يا عم، مش معنى انت. يلا يلا اطلع برا، اتكل على الله، اطلع برا، مش عايز اعرفك، مش عايز اعرفك. انا فعلا ندمان على المدرسه اللي انت كنت معايا فيها. اتخرب بيتي. ضيعت نفسك بنصحتك يا ابو العريف. بص يا سناء، مش ناقصاكي والنبي، ما حدش يقطمني، انا مش ناقص تقطيم يا جماعه. طب بص يا بيبي، ايه رايك ترجع لهم فلوسهم وتاخد البازار والبضاعه؟ ايوه الحكايه مش بالسهوله دي يا اخوانا. وبعدين هقول لهم ايه؟ هقول لهم امي خفت يعني؟ ايه ده، هو انت قلت لهم امك عيانه عشان تبيع؟ اخص عليك، انت مش ابني، انت ابن الشوارع. يا ماما المساله مش كده يعني، انا بس كنت بقول لهم كده يعني، كده وكده يعني. ابي عادل، على فكره بقى انت غلطت. يا سلام على المعلومه، انت غلطت، ما انا عارف ان انا زفت وغلطت. طب بص يا عادل، انت تشتري بازار في مكان تاني. يا رانيا يا حبيبتي، المساله مش بالسهوله دي، البازار بتاعي اصلا الله يرحمه يعني ده كان في شارع مميز جدا مليان حركه. ابتدي من الصفر يا عادل. قصدك ابتدي من تحت الصفر يا ماما. بص يا عادل، انت تروح للمعلمين دول وتكلمهم بمنتهى الصراحه، يمكن تصعب عليهم فيرجعوا لك اللي هم خدوه.
ماشي يا ماما، انا ممكن اتكلم معاهم بس ما ينفعش اتكلم معاهم بصراحه، يعني لان صراحه لو اتكلمت معاهم بصراحه ممكن يشنقوني. سامحوني يا معلمين، انا يعني صراحه كنت انسان اناني ووضيع. قول حاجه جديده. زي ايه حضرتك؟ زربان يعني واطي خسيس دني لوكال. حاضر حضرتك، انا انسان واطي وخسيس ودني ولوكال، وما استاهلش اقعد مع معلمين كبار زيكم. من الاخر عايز ايه بقى؟ كنت عايز ارجع يعني المحل اللي هو كان بتاعي ده، وكنت ارجع البضاعه اللي حضرتك خدتها. يعني المحل خلاص باح، جبنا القصب وناقص المكنه، نعصر ونبيع. طب يعني انتوا هتعصروا وتبيعوا؟ يعني انا هعمل ايه حضراتكم؟ يعني ده حتى الفلوس اللي انا خدتها منكم رحت حطيتها عربون عند راجل نصاب، خد الفلوس دي وكان بيبيع كروت بتاعه شحن، وخد الفلوس كلها وطلع على بره حضرتك. طب لو كنا رجعنا لك المحل والبضاعه كنت هتسد منين؟ يعني كنت ممكن اقسطهم لكم. اطلع بره يا قلق، اطلع. حاضر يا معلم، حاضر. طب يا معلم، والناس اللي مربوطين في رقبتي دول اللي انا بصرف عليهم حضرتك، ده انا عندي ست ستات غير الجزمه اللي بصرف عليها حضرتك، اجيب لهم فلوس من ايه حضرتك؟ صعبت عليا يا علي. ربنا يخليك يا معلم، ربنا يخليك. والله يا معلم هقعد ادعي لكم كلكم. لا ادعي لكم كلكم. خلاص خلاص، هشغلك معايا في المحل. هتشغلني ايه يا معلم؟ تقشر القصب وتعصر. اقشر واعصر؟ حاضر يا معلم، اشرهولكوا واعصر هول 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 هول. يلا.